ناقش مجلس الوزراء عددا من القرارات ومشروعات القوانين المهمة في اجتماعه الأسبوعي بهدف زيادة الاستثمارات ولتنمية المناطق الفقيرة. ملفات عدة ناقشها مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوعي والذي ترأسه المهندس شريف إسماعيل، حيث بحث آليات تنفيذ المشروعات القومية ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني. المجلس وافق على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الموافقة على خطة وزارة الزراعة لاستصلاح 20,000 فدان غرب المنيا. وافق مجلس الوزراء على الخطة الموضوعة من وزارة الزراعة لاستصلاح 20,000 فدان بناء على تعليمات وتكليفات القيادة السياسية باستزراع 20,000 فدان في غرب المنيا. وتم شرح وعرض الوضع القائم حاليا في هذه المساحة بغرب المنيا من حيث نوعية المحاصيل اللي هيتم زراعتها ومن حيث جميع المشروعات اللي هتتم في هذه المساحة على أساس أن احنا ننشأ مجتمع تنموي متكامل. فيما وافق المجلس على إنشاء مجتمع متكامل لقرى الصيادين في بحيرة البردويلة، الاجتماع شهد توقيع عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقيتان للتنقيب عن البترول بإجمالي 34 مليون دولار، بالإضافة إلى الموافقة على تعديلات بقانون الجمارك فيما يتعلق بإدخال السلع المستوردة. المهندس شريف إسماعيل استعرض ملفات خفض الزيادة السكانية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر والموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الدواء المصري الذي ينص على إنشاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية. أقر أو أوافق على مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة لتنمية جنوب الصعيد. حضراتكم كلكم تعلموا أن المادة 236 من الدستور أوجبت أن تضع الدولة أو تكفل الدولة وضع خطط للإسراع بتنمية الاقتصادية والعمرانية والشاملة للمناطق المحرومة. فهذا المشروع بالقانون بيجسد هذه المادة أو التزام الحكومة من هذه المادة في الدستور. أجندة اجتماع المجلس شملت أيضا العديد من القضايا الهامة ومشروعات القوانين، ومنها إصدار قرار بإنشاء اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من الإجراءات التي تسهل عملية إخلاء منطقة مثلث مسبيرو.